أنا وأمك كنا على طول مثل الفراشة والنار، راكدين مع بعضنا بالعتمة. أي نار قصدك أنت؟ أكيد نار العشق اللي وقعنا سوا فيها. الفراشة والنار حياتهم كانت ممتعة حتى بأصعب الأحيان، عشاء فعلا. هيك كنا أنا وأمك، ساعة مناح وعشرة لا. أنت بتعرفي أنه أحلى شي الصلح بعد الزعل؟ هيك كنا أنا وأمك. مازت خلصنا بقى، ردي عليه. ايه رح رد عليه، بس ما فيني رده أنا بالبيت، يعني لازم أطلع لبرا. بس كيف ممكن أطلع؟ يا بنات يا ريت تاخدوا لي هذا الكيك لزهرة لو سمحتوا. آسيا هلأ مشتهية الكيك بالجوز اللي بعمله أنا. زهرة ما بتعرف تعمل هذا الكيك، وصلوا ليا. يلا لشوف. ماشي تعجلوا. عمتي تكرمي، حظك حلو. يا عاصي، رد علي يا عاصي. نعم أمي. ابني قرب شوي لهون. جهاد رح يرجع يجي لعنا الليلة؟ ما بعرف، إذا حل مسألة الكهرباء ببيتهم ما بيجي. إذا حل أو ما حل، يا ريت تفهموا بشي طريقة وما تجيبوا لهون. ليش؟ في بنتين بالبيت وما بيصير شب عزاب ينام عنا. أمي شو عم تقولي؟ هاي مو أول مرة بيبات فيها جهاد وبينام عنا. يا الله دخيلك، لا تعاند، الله يوفقك. من زمان كان ينام، بس هلأ الظروف تغيرت. كيف يعني تغيرت؟ جهاد هو جهاد نفسه أمي. يعني ليش عم تجبروني أحكي شي ما بدي أحكي؟ آسيا بالبيت هون، وكمال لساته جوزة، ما بتعرف شو ممكن يظن. خايفة تتصلي فيه وتحاكي، مو هيك؟ مو موضوع خوف، لوصل هذا الكيك بتصل فيه. طيب حضرتي اللي بدك تحكي؟ رح أسأله مين هي ديما. صحيح تذكرت، لازم نشتري حواضر للبيت أمي. نشتري؟ ليش مستعجلة؟ لسه عم تسأليني ليش مستعجلة؟ ما ضل شقفت لحمة بالبراد. أنا كمان ما ضل معي مصاري. يا الله دخيلك، بس حدا يقدر حالتي. أنا كم مرة نبهت عليكي لا تحكي عن الأغراض اللي لازمتنا قدام عاصي؟ مو شايفتي عم يدرس؟ ليش لحتى تشغلي بهيك شغلات؟ أمي؟ أمي، من كم يوم كنت بدي أعطيكي هدول بس نسيتهم. بصراحة ما نسيتهم، بس خفت تعصبي مني وتتضايقي. اتفضلي. ابني شو هدول؟ ممكن تقلي من وين جبتهم؟ سلفة شغل، وهدول ولا شي، لسه كتير رح أكسب. لك ابني شغل شو؟
انت ما عم تروح على دوامك؟ ما انا قلت لك موضوع الدراسة خلص. عم بتقلي خلاص؟ بالله عن جد؟ سمعتوا أخوكن؟ ما بده يكمل دراسة. هدول ليش هون معناها؟ هدول الخيطان وإبر الخياطة وهاد المقص ليش؟ مين هلا ممكن يقدر يخيط لي قلبي؟ مين رح يعوضني عن كل شي راح؟ أمي لك لا تحكي شي، لا تحكي! العيون اللي عم بعميها قديش بيسووا؟ آه! أخوكم بطل دراسة! لك هذا الشهادة للرسمة! أنا ليش قضيت كل عمري بالخياطة لك ليش؟ ليش قضيت كل عمري ورا الماكينة يا ربي؟ خلص ما عاد بدي شي من هدول الغراض. لك بوع من الزبالة ما بدي منها شي. يا الله دخيلك أمي. كبوا الماكينة ما عاد بدي شوفها. كبوا تعبي كل هالسنين راح بالأرض. لك الله ياخذني لارتاح. ايوه ايوه الظاهر قايمه لقيامه جوا عنده. لك انا ليش عم خيط كل هالسنين ليش؟ بتعرف شو اللي قاهرني يا عاصي؟ اني عم اعيش حياتي على امل واحد. دعيت لله ما ياخذ نور عيوني قبل ما اشوفك مخلص دراسه ومتخرج. يا ريتهم انعموا عيوني وما شفتها لليوم القاسي. ماجد ماجد استنى. عاصي شو الموضوع؟ أنا شو بيعرفني ناريمان؟ هالولد جن على الآخر. فخرية أنتي خدي هاد، أنا رح روح من هون قبل ما يشوفني حدا. ماجد اتصل كمان وما سمعنا. شبك ناريمان؟ انت اللي مو سمعاني. شو عم يقول؟ عم يقول بده يشوفني عند البحر بعد شوي. روحي اركضي يلا. طيب بشوفك ناريمان. روقي شوي. اهلا. بتمنى ما تكون مليت. لا والله يلي بيضل مع نور اكيد ما رح يمل. احلى فنجان قهوه شربته بحياتي. ايه بس مو مبين انك شربت شي منه. هين بلا. ماجد طلع هلا، ما بعرف امتى بيكون هون، وانا عندي كام تقرير لازم اني حضرهم، لهيك ما تواخذني مو كتير فاضي اليوم جواد. وشو يعني الشغل ما بيستنى يا انور؟
أصلاً بتشكرك من قلبي لأنك مشغول. عن جد أنت موتني من الضحك. ماجد أكيد رح يطول جواته، عنده شغلة ضرورية ويمكن لبكرة ليرجع يداوم. وين المشكلة؟ وأنت وطالع يا ريت توصلنا 2 قهوة كمان. أنوار قلن يحطوا لي كوفي ميت لو سمحت. كنت عم تمزح انك رحت على سيبيريا. لا رحت، بتحبي تروحي لهنيك؟ مو حابه ابدا. ولا انا. لك يا لطيف، شو اللي صاير هون عندك؟ تركيهن آسيا، تركيهن، خلي اللي جابهن هو اللي يلمهن. أمي لبقى تبكي دخيلك، لبقى تبكي لو سمحتي. يلا جاي، مو مطولة نهاد بيك. ايه انا قربت وصل. بشوفك. آسيا، آسيا اجيت لقلك كلمتين. لا تقولي ما في مجال. آسيا، آسيا، بعرف منيح بأنك هلأ مجروحة ومتضايقة مني ومن جوا كتير موجوعة، بس أنا متضايق وندمان. وحياتك حبيبتي، والله عم بحكي عن جد، صدقيني بدك هلأ تعطيني فرصة تانية، إذا مو مشاني أنا مشان ابننا كمان. آسيا بتمنى أنك ترجعي دغري. إيه آسيا، تعي نرجع على البيت، أنا رح موت لأشوفك جنبي. روح من هون كمان، روح، ما بدي إياك. آسيا لو سمحتي خلينا نروح على البيت، ما بقى بعملها مرة تانية منوب. أروح من هون بسرعة. أنت شو اللي جابك لعنا؟ جماعة استنوا 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 آسيا لو سمحتي. افتحوا الباب شوي لو سمحتوا، خلوني أحكي بس أعطوني فرصة. أوعي تخافي حبيبتي، ما رح يقدر يأذيكي أبدا. لك أنا ما عملت شي، ما عملت شي، عم قول افتحوا الباب. طولي بالك، رح أرجع لهون. سمعتوني مو هيك؟ والله لا أرجع مرة تانية وأخذك غصب عنك، فهمتي؟ ممكن أقعد جنبك؟ شكراً لك. لشو هالتطليعة فيني بقى؟ مو سألتك وما قلت لي لا؟ Thank you.
قلي شو بك؟ ولا شيء. ولا شيء. بعض الأحيان الشيء اللي قلت عنه ولا شيء قديش كتير بيأذيك، وبتقول يا ريت لو صار شيء فعلا وما انأذيت بهالشكل أبدا. بأنقرة بحديقة بيتنا كان عنا مكان مثل هيك أنا وإختي رولا خاص فينا، مكان ولا شيء. إمتى ما بصير مع رولا أو معي أي مشكلة ساعتها منروح لهنيك مشان نبكي. كنا منروح لهنيك على ولا شيء. مين ما كانت بتقعد هنيك كانت بتفهم عليها التانية إنه ما في أي شيء، أو بصراحة في أشياء كتيرة اللي كانت مزعوجة كانت بتيجي التانية بتحط إيدها على إيدها هيك، وكنا نفهم وقتها. ونحس إنه في أشياء كتيرة، بس السكوت ساعتها أحسن من إنه نحكي ونتصارح، لأنه هالدنيا ما رح تساعدنا بنوب. إذا حكينا رح تتعب قلوبنا. بعدين كنا نتطلع ببعضنا أنا ورولا لحتى نصح نحن التنتين، كنا منسكت. إمتى ما بتحب تسكت عاصي أنا جاهزة، أنت ومعي فيك تسكت كتير كتير. اتصلت فيكي ألف مرة. أنا كمان كنت رح أتصل فيك. إذا أصريتي إنك تلاقيني ممكن تعرفي. إيه بعرف، بس إذا مو غلطانة أنا رديت على هداك التليفون أصلاً. ممكن أعرف لوين بدك توصلي؟ والله أنت بتعرف لوين بدي أوصل ماجد. قولي هلأ، لشو عم تلفي وتدوري؟ مين ديما؟ فهمت، مين ديما؟ ومن شان هيك انتي ما رديتي على تليفوناتي. احكي لشوف. والله منيح، على اساس بدنا نوثق ببعض. ماجد ممكن تحاول تفهمني شوي لو سمحت؟ انتي ما سألتيني شو بدك تفهمي. تجي حضرتك على المرسم وبتقلي لا تردي على امي شو بتقول، وانا فوت لجوا امك بتحكي لي عن البنات اللي حبيتهم من قبل، وبعدين انت طول الليل ما بتتصل فيني، وأنا لما بتصل فيك بسمع صوت من عندك بيقول سلم على ديما. بدك تسألي كمان؟ ماجد سألتك سؤال كتير واضح وبسيط، مين ديما؟ بتوقع لاقي عندك جواب لسؤالي ممكن؟ ايه بتلاقي، بس ما رح جاوبك ناريمان. إمتى بدك تقدري ولا عم تعملي مثل باقي البنات؟ أه؟ ما فيكن تثقوا بزلمة عمل كل شي لتكونوا مبسوطين؟ جاوبي، مو عاجبك إنه كان في حدا بحياتي؟ وندمتي ليش عطيتيني قلبك؟ ليش عم تسألي على ماضيي؟ شو بدك فيه أنتي؟ إذا كان بدي فكر بوحدة تانية وأنتي معي، وقتها ما تضلي معي. وهلأ صار فيكي تستفسري ليش عم أحكي معك بعد كل الجفا والبعد؟ إذا مو موجودة الثقة الحب بضيع. ليكي أوعي مرة تانية تشكي فيني. ما بدي بحياتي وحدة ما عندها ثقة بحبيبها.
خليك معي. Yanar söner şehirde ışıklar, adını söyler. Bu şehirde rüzgarlar hep kokunu eser. Sen gülersin, hayat başlar kaldığı yerde. Açar çiçekler, ellerin uzanır karanlıklarda. Gözlerin gecemin yıldızı olur. Aklımda gezinir bir bir sözlerin. Seninle yaşamak, yaşamak olur. Yüreğimi ألو ناريمان، شو عملتي اليوم؟ خربت كل شيء يا فخرية. شو هو الوضع عندك؟ والله مو منيح بنوب. تعي شوفي، الدنيا قايمة قاعدة وما في شيء بمحله، وبصراحة ندمت لأني فتت لعندهم. خالتي نوران اصحك تطلعي لبرا، زنطاري عم قلك. ناريمان وينها؟ ناريمان وينها؟ لحقتني. يا ريت لو بتحطي الشاي على النار وبنقعد نشرب الشاي سخن حتى اقول شو اللي عم بيصير. يعني بدك تاكلي كيك مع الشاي؟ يا عيني ما اسكاكي. شوفي ليش تاخرتي؟ لوين رحتي لحتى رجعتي ومعك الصحن؟ شبك عم ترشي الأسئلة ورا بعض؟ هون طولي بالك رح جاوبك عليهم. ناريمان اجيت. والله هذا كل شي صار من الأول. وقت شفت هيك توترت ومن لبكتي رجعت، والكيك ضليت حاملته بإيدي، يعني تلبكت ودغري رجعت. بتحسي كأنه طوفان إجا على هذا البيت. يا خطي أخ، بدك تشوفي منظر المصاري والغراض على الأرض. ما استوعبت قصة هالمصاري أبداً، مين بيعرف من وين جايبهم؟ وإنتي بنتي كنتي هنيك ما تحكي؟ بلاقيها ساكتة ما عم تنطق. مو حكيت لك من شوي القصة؟ أنا رحت على بيت الخالة زهرة وناريمان وراي. منيح ما كنتو شفت المنظر. كمان كمال إجا التاني وزاد الطين بلة. أما آسيا يا حرام، كانت مرعوبة المسكينة وعم ترجف من الخوف. لو أعرف إمتى رح ينتهي عذابها لهالمسكينة آسيا. أخ يا آسيا، إمتى رح تخلصي بقى يا عمري؟ كلنا ببساطة قبرنا البنت. أنا قايمة اتصل بزهرة، شو صار لهم هدول فجأة؟ الله يكون بعونهم. شو صار؟ احكي بسرعة. خالة زهرة ليش ساعتها صرخت على عاصي؟ وأنا شو بيعرفني يا ناريمان مثل ما سمعتي؟ أصلاً قبل ما ألحق أسأل سؤال كمال إجا. هلأ اتركينا من عاصي تبعك، شو قال لك ماجد؟ احكي لي. بلكي رجع كمال لعنا. نحن معك آسيا، خلص نسي. كمال ما عاد يقدر يعمل معك شي أبداً، اوعي تخافي. نحن واقعين بهالورطة هون،
وانت قاعد بدنيا تانية يا قاصي. ألو نوران، وقعت على راسنا مصيبة يا أختي. فخرية أنا مقهورة، ما بعرف كيف رح حل الموضوع. انتهت علاقتنا؟ مستحيل يقبل تنتهي، متأكدة؟ آه طلعي فيني، هو قال لك ياها بصريح العبارة؟ ما بدي وحدة بحياتي ما عندها ثقة بحبيبها، هيك قال. الحق عليكي ناريمان، أنت السبب. شو حشرك بحبيبته القديمة للرجال؟ أنا حاولت أكثر من مرة أحكي مع ماجد، بس هو ما جرب إنه يسمع مني. عمل منيح إنه ما بده يسمعك، وأنا بوافقه. ما تتزوريني هيك، اتصلي بماجد. القصة لساتها تازة، يعني بتقدروا تحلوها. يلا اتصلي هلا، يلا. ما بده يرد علي، ما بده. أكيد نهاها. ماجد مستحيل يقبل يشوفني بحياته. ناريمان الموضوع بده شوية صبر، الزمن كفيل أكيد. كل شي رح يصير مثل ما عم نخطط له أنا وياكي. بس بتعرفي هلأ نظرات عيونك الحلوين شو عم يعملوا فيني؟ أنا بحبك كتير، بدي اياك انك تثق بكلامي. انت كمان وثقي فيني، انت قلبي وصعب عيش بلا قلب. وين ماجد أنور؟ والله ما بعرف، على تليفونه ما رد. هو ما بيطلع بلا ما يترك خبر. لازم نتعود على وضع ماجد الجديد بالأول. ما فهمت. شوف اللي بقصد قوله، العشقان بضل عنده هموم. اسمعوا، أنا هلأ رايحة لعند خالتكم زهرة، وأنتوا لا تطلعوا وتتركوا البيت فاضي، اتفقنا؟ طيب عمتي. يلا. عم تدقي له إلو؟ ايه. عميرين عنده. شفتي كمان ما رد علي. خلص فخرية، أنا ما رح أتحمل. ناريمان لوين رايحة؟ لعند ماجد، اللي بده يصير يصير، مو فارقة معي. رايحة معك لعنده. لا أنتي خليكي، لأنه عمتي ما أخذت المفتاح معه. خليكي ديري بالك على البيت ماشي؟ طيب يا ناريمان كيف بدي انتبه على البيت لحالي؟ فكرتي بعمو فايز وخالي نوران؟ أنا شو بدي قلن؟ شفقي علي، شبكي؟ بدي أعلمك كل شي هلأ فخرية؟ اسمعي، أنا فهمانة إنك عم تعاني من الحب ووجعه، بس أنا دبري حالك، مفهوم؟ يلا بشوفك. أوه لا تقهري حالك وتتضايقي حاج. شفتي يا نوره،
والله ما في يتحمل كل هالقهر والعذاب. أنا اشتغلت ليل ونهار مشان دراسته، حتى يجي بالأخير ويقول إنه ترك جامعته وركض على المصاري اللي بتنجاب بدون تعب. عاصي، مين دافع له كل هالمصاري؟ من وين جابهم؟ شو بعرفني، يمكن من مقطوعاته وغنياته عم تجي هالمصاري. آخ، بحياتي كلها ما خطر لي إنه عاصي يجمع مصاري. ليه؟ ابني أنا ما بيصير يطلع مصاري نوران خانو؟ يا الله دخيلك، أنا ما هيك قصدت، بالعكس إن شاء الله يضل يكسب، الله يرزقه ويعطيه حتى ما يضل مكان يحط فيه المصاري كلهم. هو بس يخلص دراسة بيبقى بيشتغل وبيطالع مصاري، وبكرة بتشوفي. إن شاء الله إن شاء الله. هلأ اتركوا من إيديكم، أنا بضب الغراض، شيلوا هالمصاري من الأرض. ما شايفين أمكن عم تنقهر وتزعل كل ما اطلعت وشافتهم؟ يلا يا بنات لموها من الأرض. نيفين، أختك الصغيرة بتطير العقل. بعض الأحيان ما بصدق إنها صغيرة. نسيت، عندي شغل بده يكمل. بقى خلينا نشوفك. بأقرب فرصة. ماجد، يا ترى أنت معنا؟ إيه. حلو. طيب كل أمورك بخير؟ مبين إنك متوتر لأنه. توتر ضغط الشغل يا نيفين، كله بسبب مناقصة القماش اللي روحناها. مع أي شركة عملتوا؟ يعني رح ضل مزعوج ووضعي هيك لنلاقي شركة منيحة. أحسن لك تتعودي. شو بالنسبة لعينات القماش اللي... وخصوصاً لما بفكر بخسارة الشركة ومين كان السبب والمناقصة مين اللي روحها، كتير بتوتر نيفين، لأنه في حواليي ناس للأسف باندفاعهم بخربوا بدل ما يعمروا. حكيك بفهمه ماجد، أنا كمان بعرف حد عيونه ما بتشوف، لأنه هو ما بيقدر يميز الصح. أوه ماجد، أنت كنت مفهمني إنه نيفين حبابة. بدك تسامحني، كلامي ما طلع مزبوط. أفضل ما بقى تعيدها، مفهوم؟ نيفين خانم، لو سمحتي بدي توقعي على هاي الورق. يسلم. رح خبر ماجد بيك بجيتك. ماجد بيك، الآن سناريمان عندي. شو قال لك؟ أخي، مو جاي عبالك تحكي؟ كل شي طلعته من مقطوعاتي عطيته لأمي. كتير منيح، شو بدك أحسن من هيك؟ ما بتضيع لك تعبك، بتعرف قيمتهم خالتي زهرة. إيه كتير صح هالحكي معلي، من شان هيك صفقتهم بخلقتي. والله، بس قلي لشو خالي ساوت هيك؟ طلبت مني أدرس. إيه هيك مزبوط، أنا معها بهالحكي، مع أنه بشك تنفع الشهادة لواحد منتوف. جهاد، بدي جمع مصاري، عم تفهم؟ خير، ليش؟ مين منافسك؟ ماجد أرجي أغلو؟ على أساس بدك تطلع من هالمنافسة، صحيح؟ شايفنا ريمان ما غيرها يلي بتموت فيها، كانت مستعجلة لتشوف منافسك. Thank you.
ممكن نحكي كلمتين؟ تليفونات ما بدي. بأمرك. ماجد، ليش ما عم ترد على تليفوناتي؟ من زمان هالعادة، كل مرة بقول له ما تهرب من البنات الحلوين، أنا جواد. ماجد، محظوظ أنت، جمالها سبب حبك إلها.